كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إنا سألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. الشريعة هذه ما أنزلها الله لتكون مجرد ثقافة، ما أنزل الله الشريعة لتكون مجرد مواد تدرس في الجامعات، ما أنزل الله الشريعة لمجرد أن تكون موضوعات في طروحات الرسائل الجامعية أو مجالا للباحثين عموما فقط. لا، أنزلها الله لتحكم بين الناس. ليه؟ لأن السماوات والأرض لا تقوم، لا تصلح إلا بالشريعة هذه، وخلاف الشريعة هذه يفسد الأرض، يفسد. فالناس ما لهم، ليس لهم خيار إذا أرادوا حياة كريمة إلا هذه الشريعة. ولذلك لما يأتي بعض الناس مثلا يقولون: نحن ننادي بالحريات والحريات المطلقة ونريد الحريات فقط، حريات الحريات. طيب الحرية المطلقة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى مخالفة الشريعة، تؤدي إلى مخالفة الشريعة. ولو قيل العلاقة بين الجنسين حرية مطلقة، أين الظلم؟ خلاص راضيان. نقول: التعاسة والشقاء والظلم على ابن الحرام الذي سيخرج وكيف سيعيش؟ يضيع نسبه، تضيع نفقته، يضيع شمله الأسري، تضيع تربيته. إطلاق الحريات مثلاً في العلاقات بين الجنسين يؤدي إلى شيوع الظلم الذي سيحدث في الأرض والشقاء العباد في شيوع الأمراض الجنسية مثلاً. طبعاً ضياع الذمة والضمير وضياع الأخلاق هذه أيضاً مجموعة من الظلمات، ظلم عظيم يقع البشرية. لو كان في حريات مطلقة، شريعة ما تحكم في الأموال، ماذا سيحدث؟ حريات مطلقة في الأموال، خلاص هذا يبغي رابي، فسيحدث ظلم عظيم على الناس في الربا، سيقترضون تصبح عليهم الفوائد المركبة ولا يستطيعون الدفع، وتؤخذ مصانعهم ومزارعهم وبيوتهم وسياراتهم، تسحب منهم، يلقون، سيصبح المال دولة بين الأغنياء، سيصبح هناك طبقية مقيتة. فإذا الشريعة مهمة جدا، وبدون شريعة البشر سيعيشون في ظلم عظيم، في الغرب أو في الشرق في ظلم عظيم. فإذا لابد أن تكون هناك سيادة للشريعة ويد عليا وتحكيم شامل، ومصدر الشريعة هو الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه. وقال: ألا له الخلق والأمر، فكما تفرد بالخلق تفرد بالأمر، وهو المشرع وهو الحكم بين العباد. وقد دل على تفرد الشارع سبحانه وتعالى بالسيادة، وأنه المصدر الوحيد لما يكون بين البشر من الأحكام أدلة كثيرة. دل عليها اسمه تعالى الحكم، من أعظم أسماء الله الحكم: إن الحكم إلا لله، فالحكم لله العلي الكبير، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله هو الحكم، يقول عليه الصلاة والسلام، وإليه الحكم، رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. إذن إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. فتفرد الله تعالى بالحكم بين العباد، ومن أراد أن يحكم بين العباد على غير شريعته تعالى، أو أن يشرع للناس أو يقنن لهم قوانين من عنده، فقد نازع الله. التفرد مثل من ينازعه الكبرياء ومن ينازعه العظمة،
ومن ينازعه الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا تجاوز لحدود العبودية خطير جدا. ومشاركة الله في الحكم مرفوضة. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، بصيغة النهي.